خد رايس تعالى اوري لك صوره قبيحه. تعرف ايه النبته دي؟ ها اخصى عليك، وانا اللي كنت فاكرك مؤدب. صح، برافو عليك، هي دي ثمره زهر الافيون، الاوبيوم بابي او الخشخاش. اول عشبه تداوى بها البشر قاتل الالم الجبار الذي استخدمه الاشوريون والسامريون والمصريون القدماء. والابيض اللي عليها ده هو ميلك اوف ذا بابي، اللي هو في جيم اوف ثرونز كان اي حد يموت يقوموا جايبين الجراند مايستر او كبير الحكماء. ما هم ما عندهمش غير كلمه واحده، جيف هيم ميلك اوف ذا بابي، عشان بيخفف الالم، لانه الراجل بيودع ويموت اصلا. يلا. وده طبعا لان الافيون مسكن قوي جدا للالم، ولكن يعني اي حبه صغيرين منه بقى خلاص بيموت. واستمر الحال على ما هو عليه مع الافيون لالاف السنين، حتى جاء الصيدلي الالماني فريدريك سيرترنير سنه 1804 واستخلص اول دواء حديث في تاريخ البشريه من الافيون، الا وهو المورفين. هذا الدواء الساحر اللي هو اقوى ماده فعاله موجوده فين بقى؟ في الافيون. وفريدريك سماه مورفين على اسم اله النوم عند الاغريق اللي هو مورفيس. الله، ايه الرخامه دي؟ طب ما انا عندي الافيون شغال زي الفل، او ايه لازمه ان انا استخلص ماده فعاله منه يعني؟ انا لسه قايل لك اهو، الافيون الخام ده يعتبر سم. كانوا زمان بيستخدموه لعلاج الالام، الالم يخف وكل حاجه بس المريض يموت بكرشه نفس بقى وفشل تنفسي، اللي هو حرفيا جيت اظبط الجرافطه البنطلون ضرب. الله، ليه بقى كان بيحصل حوادث الموت الكثيره دي من الافيون؟ اولا لان صعب جدا التحكم في الكميه الامنه من الافيون، لان نسب المواد الفعاله الموجوده في كل نبته بتختلف من نوع للتاني ومن قطفه للتانيه. يعني قطفه الصيف غير قطفه الشتاء، قطفه الصبح غير قطفه بالليل. خلي بالك مش عايزين نخش في تفاصيل عشان يعني ايه ما نتعكش. ثانيا، الافيون فيه مواد فعاله تانية غير المورفين، حاجه مثلا زي الثيبين. ده بقى العكس تماما، بدل ما يهبط الالم ويرخي الدنيا كده بيعمل هايبره واحيانا تشنجات وصرع. وبالتالي الحل هو ما قام به السيد سير ترنير، فصل كل ماده فعاله على حده ودراستها مستقله. اقدر بقى ايه العب في الامان بتاعها، في الجرعه بتاعتها، اطورها، ابتدي العب بقى اللعب بتاع الصيادله والناس بتوع الكيمياء بقى. شوف ريس، الفرق ما بين الافيون اللي هو يعتبر سم وما بين المورفين اللي هو يعتبر دواء واقدر استخدمه في علاج الام زي الام السرطان مثلا، هو بالظبط الفرق ما بين اي علاج عشبي واي دواء. وفي النهايه سلامتك، وخد برشامتك بالشفاء ان شاء الله، وشير بقى الحلقه دي مهمه جدا، انشرها في كل مكان، ولايك وسبسكرايب، ونشوفك الحلقه الجايه.